هل احنا ثقافه انه الناس والتجار مجرد ما البنزين يغلى او مجرد ما الدولار سعره يختلف فكره على طول بيجي في دماغ المصريين الزياده في الاسعار؟ وده على فكره يعني مشروع، يعني مشروع جدا، وده ما يضايقش حد ان انا ابقى متخوفه جدا ان الاسعار تزيد. ليه؟ لان انا لازم اتابع عشان ميزانيه بيتي هتكفي ولا مش هتكفي، اللي هيزيد اوفر من ده ادبق من ده بتاع. دي شغلانه طبيعيه جدا انه اي حد في الدنيا، اي بيت في الدنيا وتحديدا في مصر لازم يبقى عارف الاسعار هتعمل ايه. الحكومه نفت انه هيبقى في زياده في سعر الـ المواصلات اللي هي مواصلات النقل، سيارات النقل الجماعي والسيرفيس. المسألة لازم تاخد إجراء واضح، ولازم تاخد متابعة، ولازم تاخد مراقبة بشكل واضح جدا على الأقل الفترات دي وطول الفترات الحقيقة مش دي بس. وأنا خليني أقول من خلال برنامجي أن أرجوكم أنه أي مواطن في أي منطقة في مصر كلها هيتعرض أو تعرض لزيادة في أسعار في تعريفة الركوب، سواء بنتكلم في سيارات النقل الجماعي أو السيرفيز اللي هو الميكروباص، يبعت لي على طول على SMS هيبقى موجود أمام حضراتكم دلوقتي، ويقول لنا إيه هو المكان اللي بالفعل زود، أو إيه الموقف، أو إيه العربيات اللي زودت تعريفة الركوب، وإحنا هنتواصل مع المسؤولين بشكل سريع لاتخاذ اللازم. خليني أرحب بدكتور خالد قاسم، متحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ عزة على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها، وكل سنة وحضرتك والجميع طيبين وبخير. حضرتك طيب. دكتور خالد، أنا لسه قايلة دلوقتي للمشاهدين لو أي حد تعرض لزيادة في المواصلات يتواصل ويبعت لي على SMS، وأنا هتواصل مع حضراتكم كمسؤولين ونقول لكم الأماكن دي فين، علشان المراقبة والرقابة في تعريفة الركوب دي في غاية الأهمية بالنسبة للناس. هل بدأت كمان خليني أقول لحضرتك إن إحنا منذ صباح أمس وتواصل مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين بالفعل، وإنه لا زيادة في تعريف الركوب لسيارات النقل الجماعي والتركيز والمحافظات. كذلك الأمر سيادتهم وزملائنا من القادة التنفيذيين في التنمية المحلية بتكثيف حملات الخاصة بمتابعة المواقف والالتزام ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وخاصة بعد تعديل أسعار البنزين دون المساس بأسعار السولار اللي هو يعتبر يعني الأداء الرئيسة بالنسبة لسيارات النقل الجماعي والركوب والسيرفيس. وعشان كده وجه مع الوزير اللي هو شعراوي السادة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسيرفيس لتكثيف الحملات على المواقف والساحات. الغرامة إيه للمخالفات دي يا دكتور خالد؟ يعني لو أنا متعودة إن أنا بركب ميكروباص مثلا من رمسيس وبنزل في التحرير مثلا او في المعادي او في اي مكان، انا بدي مجرد مثال، متعوده ان انا بدفع يعني كذا، لو لقيت الخط ده غلي المفروض الحاجات دي العقوبه بتاعتها ايه للي يخالف؟ قبل العقوبه كمان حضرتك احنا حاطين مبادره صوتك مسموع 011 50 60 67 83، وصفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. كذلك الأمر الخط الساخن 15330 لاستقبال أي شكاوى من أي مواطن خاص بتعريفة الركوب، وعلى طول بيتم التواصل من خلال غرفة عمليات صوتك مسموع ب 27 غرفة عمليات صوتك مسموع بيرأسها السادة سكرتير عموم المحافظات، وبالتالي بالتنسيق مع إدارات المرور، لأن قانون المرور بيحكم هذه الأمور جميعها، وبالتالي العقوبات وفقا للقانون بتبقى عقوبات مغلظة. وكذلك الامر بالنسبه بتصل لكام؟ قولي شكل العقوبه. يعني مش قدامي الارقام الخاصه بمخالفات، لان ده في قانون المرور، وزملائي في الاداره العامه للمرور هم يعني ادرى مني بكل هذه لكن يعني قصدي بتتوجه له مخالفه وغرامه غير انه لازم يرجع تاني للسعر اللي الحكومه محدداه.
لا شك يا فندم، ده أساسي. وكذلك الأمر فيه جزئية مهمة، عدم قيام قائد السيارات لا بزيادة تعريفة الركوب ولا بتقسيم خطوط السير. يعني لو حضرتك في خط سير زي ما حضرتك تكرمتي، ما ينفعش خط السير اللي حضرتك تكرمتي وقلتيه يتقسم لاثنين، وبالتالي ده مهم برضو نقوله للناس. ده مهم نقوله للناس يا دكتور خالد. يا جماعه انا قلت لحضراتكم ابعتوا لي على الاس ام اس او على صفحه البرنامج فين الاماكن اللي ممكن يكونوا زودوا فيها تعريفه الركوب. خدوا كمان الجزئيه دي في غايه الاهميه، انه لو انت متعود تركب مسافه بعينها بسعر محدد ويجي قصر المسافه دي ويقول لك بنفس السعر، ده ايضا مخالف. بالظبط، ده ايضا مخالف وعليه عقوبه والمفروض انه يتبلغ عنه. دكتور خالد، هل حضراتكم بتراقبوا كمان التاكسيات واوبر وكريم ولا ده مش تبعكم؟ لا، هو فيما يتعلق بالسيارات الركوب العامه دي بتبقى موجوده معانا، لكن البقيه الاخرى طبعا بتبقى الادارات العامه للمرور هي معنيه بيها بشكل رئيسي. يعني اقصد لو حد دلوقتي غلى من اوبر وكريم والتاكسي قالوا له لا ده البنزين غلي ربع جنيه، الشكوى هنا تبقى لمين؟ الشكوى هنا ممكن يبعت لنا على صوتك مسموع، واحنا هنعملها على طول هتابع للمحافظه المختصه ويكلموا الاداره العامه للمرور المختصه. اشكرك دكتور خالد قاسم، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.